الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ويؤكد أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف لقطاع غزة ويوسع حملة الاعتقالات بالضفة وسط احتجاجات داخلية وخارجية تطالب بوقف الحرب. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن. طب إحنا، أنا جبت النقطة دي ليه؟ لأن إحنا كنا بد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لبقيه الموضوع. يعني انا هحاول اقول الكلام ده مش للناس المتخصصه يا هاني ولا دكتور عمرو، انا بكلم الناس المصريين. لما تيجي تشوفوا حجم الارقام اللي احنا انفقناها عشان اللي انتوا شايفينه النهارده ده نفتتحه، ارقام كبيره قوي، ارقام كبيره قوي. بنتكلم مش مليارات الجنيهات، احنا بنتكلم في مليارات الدولارات، مش كده؟ صحيح. كتير مننا ما يحسش بالكلام ده، يقولك يعني صرفتوا ده كله عشان ايه؟ طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غاليه علينا بنستفاد ايه؟ بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعه في كل المجالات، وده من ضمن المجالات اللي موجوده ده فيها. وخلينا اقول لكم باختصار شديد للناس اللي هي البساط اللي بتسمعني، احنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا كنا هنا قالوا ان في استضافة للبيانات، ممكن نستضيف بيانات دلوقتي. لا، احنا دلوقتي كان قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة بره، مش كده يا دكتور عمرو؟ طيب احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجودة بره دي يعني ده نظام موجود في الدنيا يعني، بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجوده عندنا ونوفر التكلفه الماليه اللي بتتحط. وقال الرئيس السيسي ان فكره انشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، ولفت الرئيس الى ضروره الاستفاده من هذا الموقع على ضوء ان 90% من الكابلات البحريه الموجوده بالعالم تمر بمصر، بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم. احنا لنا موقع كويس قوي، والموقع الكويس ده ممكن يستفاد منه، لان احنا بالفعل بدانا من قبل مننا، احنا قبل مني يعني، وقبل والسنين الطويله فاتت في موضوع الكابلات البحريه اللي موجوده قدام حضراتكم دي، واللي بتعدي 90% من، مش كده يا دكتور عمرو؟ 90% من اللي موجود في العالم تقريبا عندنا احنا. تمام يا فندم، 90%. طيب، وبالتالي لما نيجي نتكلم على ان احنا يعني بنعتبر نقطة او محور رئيسي لنقل البيانات ونقل الاتصالات بين الشرق والغرب، ده موقعنا اللي اتحولنا، وايضا اللي سبقونا عمله اجراءات كتيرة جدا في هذا المجال. هذا وأكد الرئيس السيسي أن مصر بحاجة لكوادر بشرية متقدمة في مراحل التعليم المختلفة، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استغلال الثروة البشرية في تعزيز قطاعات الاتصالات وتعهيد ونقل البيانات. مصر لو عندها كوادر بشرية متقدمة، يعني هو بيتكلم هنا في التعهيد ده، يعني
ده أقل قدرة استخدام كوادر بشرية في العمل ده يا جماعة. احنا ممكن قوي، ممكن قوي، انا ما خرجتش عن المحاضرة بالمناسبة او عن الكلام اللي بيتعمل، لكن عايز انبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع اولادهم في المراكز عشان يعلمهم في ثانوي، وانا معاكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن لو انتم ما وقفتوش مع اولادكم يا مصريين من ابتدائي واعدادي وثانوي عشان تعلمهم الكلام ده، فرص ان احنا نبقى غني هتبقى قليلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر انتهجت مسارا غير نمطي للوصول إلى نمو حقيقي في الدولة. وخلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير مفاهيم الأسرة بشأن مسارات التعليم التي يختارونها لأبنائهم. بس أنا بقول لكل أسرة مصرية عندها أولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي، إذا كنتوا عايزين تعملوا لأبنائكم ولبلدكم حاجة، خليكم في اللي أنا بقول، اللي إحنا بنتكلم فيه ده. لازم بوصلتنا كمصريين، هو بيقول على المستوى الثالث اللي هو يعمل بمئة ألف وأكثر من مئة ألف كمان، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني ومن غير ما أجيب أسماء دول. في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا، لا يتعدى الملايين على الصابع الايدين الاثنين يعني، وبتعمل في المستوى الثالث اللي الدكتور عمرو بيقول عليه ده، بيشتغل في المجال ده نص مليون. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية B1 بطريق العين السخنة، ويقدم المركز خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ويعد الأول في مصر وشمال إفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية. كما افتتح الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات. ومن جانبه قدم مدير المركز التبادلي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد فيه أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومة. قال
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمركز ومقر البيانات والحوسبة الصحابية الحكومية في طريق العين السخمة، واستمع الرئيس السيسي لشرح تفصيلي لمخطط مركز البيانات والحوسبة الصحابية الحكومية، وشهد مجموعة من القاعات الخاصة داخل المركز لاختبار وتوثيق البيانات وأخرى خاصة للتدريب لتقديم كافة الخدمات الحكومية. وعقب ذلك استمع الرئيس السيسي لشرح تفصيلي حول الجهود التي بذلت للانتهاء من أعمال هذا المركز في نصف المدة المقررة. وفي ختام احتفالية افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت عددا من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والعاملين بمركز البيانات والحوسبة السحابية بيوان. تهدف الدولة من خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية إلى دمج خدمات المركز الحديثة مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس، وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية. في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم، نشهد اليوم افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية P1، والذي يتم إدماجه بخدماته الحديثة مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس، وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة. احنا هنا نفذنا المنصة الرقمية لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الإمكانيات الضخمة لمركز الحوسبة السحابية.
وده كان هدفه توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونلبي احتياجاتنا المصرية من النوع ده من التطبيقات، وده تم من خلال تعاون مشترك ما بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية. فريق العمل عبارة عن مجموعة من الكوادر البشرية تم تأهيلهم خلال 6 سنوات في مختلف أنواع التكنولوجيا وعلى العمليات المختلفة للتطوير، سواء كان إدارة أو تصميم أو اختبار أو تنفيذ. في دائرة صناعة اتخاذ القرار كل التحاليل المعلوم البيانات الضخمة اللي موجودة هنا في الحوسبة السحابية اللي بتاخد بتعتبر من أضخم المشروعات مش في الشرق الأوسط بس على مستوى العالم، وهي الترند حاليا دلوقتي. أهم ما يميز هذا المركز عن باقي المراكز التقليدية هما حاجتين مهمين جدا، إن هو بيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الحاجة التانية والأهم إن هو بيعمل بالبيج داتا أو الأناليسيس بيج داتا، بيعمل تحليل البيانات الضخمة. يهدف المشروع إلى الخروج بنموذج أكثر نجاحا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجي باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذ القرار أينما كانوا. المبنى هنا تم تصميمه أنه 3 أدوار علويين و2 تحت الأرض. الدور مثلا موجود زي الدور الأول ده، موجود فيه مركز التحكم والتشغيل للشبكة وبيتم فيه التحكم في جميع معدات المركز، ومركز العمليات الأمن السبراني وبيتم من خلاله تأمين المركز من أي هجوم سبراني موجود. بعد ما بنينا البنية التحتية دي وعندنا إمكانيات الفائقة للمعالجات والقدرات الفائقة للتحليل البيانات، فأصبح دلوقتي البيئة التكنولوجية مناسبة لاستعادة البيانات دي جوه الدولة المصرية. من أجل دولة رقمية ودعم كامل لصانع ومتخذ القرار وصولا لرفاهية المواطنين وإرضائهم، كان هذا الصرح وذلك البنيان المشيد الذي اجتمعت فيه علوم الرقمنة العصرية بجهود مصرية خالصة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ وليد حجاج خبير أمن المعلومات. مرحبا بحضرتك يا فندم. يعني تابعنا اليوم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يعني الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لامتلاك مصر لهذا المركز. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، ولكن خليني أقول لحضرتك أن أهداف المركز هي أهداف استراتيجية فعلا بتسعى لتقديم خدمات سهلة للمواطن الحصول على الخدمات الرقمية. حضرتك لاحظت أن في الفترة اللي فاتت بقى في منصة مصر الرقمية، في مجموعة من التطبيقات اللي بقت موجودة والمنصات اللي بتقدم خدمات للمواطن. طبعا الحاجات دي مع ازدياد أنواع الخدمات اللي بيتم إضافتها من وقت للآخر، مع كمان وجود عامل الذكاء الاصطناعي لربط البيانات دي ببعضها وتحليلها واستنباط منها والتنبؤ بحاجات ليها، ده بيتطلب وجود مركز خاص للبيانات عشان يحقق مجموعة من الأهداف زي ما قلت لحضرتك، تقديم خدمات سهلة ومساندة الشباب لسوق العمل، إن هو بيساعدهم ويأهلهم على القدرة إن هم يتماشوا مع سوق العمل، وكمان ده بيشجع ريادة الأعمال والاستثمار في مجال التكنولوجيا والبيزنس وبيحفز الابتكار، وده كله هو محوره بيبقى في الأساس المواطن المصري. عشان كده المركز ده معمول كله من خلال شركات مصرية وبيادي مصرية وبشباب مصري. وحضرتك برضو التحول الرقمي وبناء القدرات والابتكار ده بقى موجود في الدولة من فترة طويلة جدا، وبتسعى بشكل يعني جدي جدا ان هي تحقق أكبر قدر من الخدمات اللي تبقى موجودة أونلاين لأنها تسهل على المواطن الحصول على الخدمات. ولو حضرتك تابعتي الفترة اللي فاتت لقى ان كان في سنة 2020 البنية المعلوماتية كانت حوالي أكثر من 100 قاعدة بيانات، وفي سنة 22 لما تم إطلاق منصة مصر الرقمية كانت عليها حوالي 130 خدمة، ووصلنا حاليا إن احنا بقينا 170 خدمة، وده كمان مع المبادرات اللي بتحصل من وزارة الاتصالات. طب أستاذ وليد، احنا بنتكلم دلوقتي على تقديم خدمات للمواطن، المواطن هيشعر بالخدمات الرقمية الموجودة على منصة الحكومة، ولكن أيضا التحول الرقمي بيشمل مجالات عديدة مختلفة، الصحة والتعليم والعدل وإدارة المدن الذكية وغيرها من المجالات. يعني تأثير كل ذلك على يعني الاقتصاد المصري وعلى مستوى الحياة في مصر وعلى التقدم في السنوات القادمة بإذن الله. خلينا أؤكد لحضرتك أن المركز اللي تم إنشاؤه هو مركز كلاود كومبيوتينج أو حوسبة سحابية، لأن نظراً أن بقت فيه أجهزة كتيرة وفي مؤسسات كتيرة وفي جهات موجودة في الدولة كلها بدأت تتحول رقمياً، فمن الصعب جداً أن يبقى موجود الحاجات دي على أجهزة كمبيوتر فيزيكال فقط، لازم يبقى فيه موقع تبادلي
او كلاود كومبيوتنج موجود حوسبه سحابيه موجوده على الكلاود وموجود عليها البيانات عشان نقدر نتعامل مع الحجم الهائل اللي بتنتجه الاجهزه دي من البيانات. مفيش حد فينا دلوقتي لو قعدنا نبص كده هنلاقي انه بيحصل على حاجات على الاقل 5 اجهزه بتطلع بيانات غير الخدمات الاخرى غير الجهات والمؤسسات والبنيه التحتيه للدوله اللي زي ما حضرتك ذكرتي وزاره العدل وزاره التعليم وزاره كله بقى دلوقتي تحول رقمي. الكم الهائل ده من البيانات عشان يتم معالجته والاحتفاظ بيه والتعامل معاه من خلال الذكاء الاصطناعي والتنبؤ ورصد اي حاجه عايزين نعمل لها رصد من اي نوع يجب ان يكون في مركز للبيانات ده كمان نظرا ان هو من المراكز القويه جدا والاولى من نوعها في الشرق الاوسط. ده هيخلي مصر مركز استراتيجي في مجال البيانات والتعامل مع البيانات. نعم اشكرك جزيل الشكر الاستاذ وليد حجاج خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا لك. شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع. جاء ذلك خلال استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر مجلس النواب رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، داعيا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري. من جانبهم أكد رئيس مجلس الشورى البحريني أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائما ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي انطلقت فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض. والتقى مدبولي على هامش حضوره الجلسة عددا من القادة ورؤساء الحكومات ومسؤولي المؤسسات الدولية، من بينهم رئيس وزراء الأردن بشل خصاونة ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والتي أكدت أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذ من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. كانت أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي قد انطلقت في الرياض بجلسة بعنوان نوع النمو الذي نحتاجه. يشهد المنتدى عددا من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. تتمحور الجلسات حول عدد من الموضوعات منها النمو والطاقة، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وعلى هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، التقى وزير الخارجية سامح شكري وجوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أكد المسؤولان رفضهما لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية. وشدد شكري على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. هذا وقد أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبرولة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات والعدول عن أي إجراءات أحادية الجانب في غزة وفي الضفة الغربية والقدس أيضا، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن قيادي بحركة حماس قوله إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة غدا الاثنين لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة الذي عرضه الوسطاء ورد إسرائيل عليه. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤيد مقترحان جديدا لمصر، وتم نقله لحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لتهجير الفلسطينيين من وطنهم. وخلال منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض أكد الرئيس الفلسطيني أن مصر والأردن رفضتا رفضا قاطعا ترحيل الفلسطينيين من بلادهم إليهما. إن مصر والأردن رفضتا رفضا قاطعا ترحيل الفلسطينيين من بلادهم إليها، ولكن إسرائيل تحتاج إلى من يقول لها، إلى من يأمرها، إلى من يتحدث عنها بقوة بأن هذا العمل غير جائز، والجهة الوحيدة القادرة في العالم والتي نحملها المسؤولية هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ومن جانبها أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,454 شهيدا و77,575 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا في العشاء السنوي لمراسل البيت الأبيض، تناول عددا من اللفات الداخلية من بينها الانتخابات الأمريكية. ويأتي خطاب بايدن بينما تم تنظيم احتجاجات في الخارج على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. تجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون مكان إقامة الحفل السنوي. وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق، ودخل عبر المدخل الخلفي حيث استقبله عدد أقل من المحتجين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة. He is their revenge.
هذا وقد امتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي. كما انتقلت الاحتجاجات إلى عدد من دول العالم أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا. لا تزال كرة الثلج المتدحرجة تكبر شيئا فشيئا في ظل تواصل احتجاجات الطلاب المؤيدين لغزة في الولايات المتحدة واتساع نطاقها بداخل أكبر الداعمين لدولة الاحتلال. شرطة مكافحة الشغب أوقفت نحو 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في جامعة ببوسطن، فيما أوقف 69 آخرون في حرم جامعي في ولاية أريزونا. وفي جامعة بنسلفانيا يبدو الوضع متوترا، أما في كاليفورنيا فستبقى جامعة هومبولت بوليتكنيك مغلقة لبقية الفصل الدراسي بحسب ما جاء في بيان للجامعة. كذلك نظمت احتجاجات في جامعات أخرى مرموقة عالميا مثل هارفارد وييل وبرينستون. وفي كندا المجاورة أقيم للمرة الأولى مخيم في جامعة ماكجيل في مونتريال وسط قلق من حدوث تصعيد ومواجهة. كلية الدراسات السياسية في العاصمة الفرنسية باريس شهدت احتجاجات طلابية مماثلة جاءت امتداداً للحراك في الولايات المتحدة. ومنذ أيام يتكرر المشهد في عدة دول، حيث يقيم طلاب خياماً في جامعاتهم للتنديد بالدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، فضلاً عن إدانة الوضع الإنساني في قطاع غزة. ويطالب المحتجون جامعاتهم أيضاً بالتخارج من الشركات التي لها صلة بالجيش الإسرائيلي. دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين في مواقع الاحتجاجات في تل أبيب وحيفا وقيصرية ومدينة القدس المحتلة، دعوا حكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء صفقة تبادل المحتجزين. وأغلق عشرات المتظاهرين طريق أيلون نحو الشمال وأشعلوا النار في وسط الشارع، ونشبت مناوشات بين أفراد الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب. مظاهرات ضخمة تشهدها شوارع إسرائيل منذ شهور تطالب بإنهاء صفقة لتبادل المحتجزين وانتخابات مبكرة وتحميل نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر. هكذا بات الشارع الإسرائيلي في ظل تواصل احتجاجات الآلاف من المتظاهرين في مدن تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة. عشرات المتظاهرين أغلقوا طريق أيلون الذي يربط كل الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى تل أبيب وأشعلوا النيران في وسط الشارع، فيما نشبت مناوشات بين أفراد الشرطة والمتظاهرين. أهالي المحتجزين وجهوا خطابا لحكومة نتنياهو أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، أكدوا فيه أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر لم تحقق الحرب هدف إطلاق سراح أبنائهم، وهو ما يعد فشلا للحكومة. المحتجون أضافوا أن اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي لمقتل المزيد من المحتجزين بنيران الحرب، لافتين إلى أن الدخول إليها يعد بمثابة التخلي مرة أخرى عن ذويهم. وتقدر تل أبيب وجود نحو 133 محتجزا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها آلاف أسرى الفلسطينيين، وزادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة. أبلغ عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة ذات مصداقية بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتشهد بالأعمال العسكرية التي انتهكت خلالها إسرائيل القانون الإنساني الدولي. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية غدا الاثنين في زيارة تستمر 2 للقاء الشركاء الإقليميين وبحث الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيبحث الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، كما سيشدد على أهمية منع انتشار الصراع، وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
اتدمرت، ما ضلش حاجة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة علار شمال تولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وافا بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 20 آلية اقتحمت البلدة وجبت شوارعها وعددا من أحيائها وتمركزت في منطقتها الغربية، في الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة. وأضافت وفاء أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتاة وطفلان، إضافة إلى أسرى سابقين. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات تولكرم والقلقلية وجنين وطوباس وسلفيت وأريحة والقدس. وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من الإمارات العربية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي أن الطائرة تحمل على متنها 60 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية. وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم يبلغ 753 طائرة، منها 613 طائرة مساعدات و 140 طائرة وقود. وللمزيد حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها من العريش الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. زملائي في الاستديو مشاهدين الكرام، حركة تدفق مستمرة عبر منفذ رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة نحو إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة. انتظار كبير لشاحنات المساعدات الإنسانية كما ترى في الصورة في محيط معبر رفح الحدودي. هذه الشاحنات التي تحمل العديد من المواد الغذائية والإغاثية والدوائية ومختلف المواد في انتظار أيضا الدخول إلى معبر رفح الحدودي. كل هذه المساعدات الإنسانية تأتي بالتزامن مع جهود مصرية مكثفة دبلوماسية هذه المرة نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى ومن ثم وقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. على مدار يمكن الساعة هناك تدفق كبير للشاحنات، هذه الشاحنة أيضا تخرج الآن من معبر رفح الحدودي باتجاه الأراضي المصرية بعد أن أتمت وأفرغت حمولتها، وهي أتية طبعا تابعة للهلال الأحمر الإماراتي وتحمل العديد من المساعدات الغذائية والإنسانية والدوائية. كل هذا بالتزامن مع استقبال مطار العريش لعدد من المساعدات والطائرات، وأيضا ميناء العريش به سفينة تركية وأخرى ليبية يعني يتم إفراغ حمولتهم على مدار الساعة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. نعم زملائي، هذه هي الصورة الآن حول معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة.
أعلن حزب الله اللبناني استهداف 3 مواقع في شمال إسرائيل ردا على قصف طال منازل في جنوب لبنان أسفر عن 3 قتلى. وقال حزب الله في بيان إنه شن هجوما بالمسيرات والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء جولاني ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل وخصوصا في بلدتي كفر كلا وكفر شوبة. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن هناك تحديات مشتركة تواجهها الدول العربية فيما يتعلق بالموارد المائية، مشيرا إلى أن 80% من المياه تصل للدول العربية من خارجها. وخلال افتتاح أعمال النسخة 4 من مؤتمر بغداد الدولي للمياه والمنعقد في العراق، أضاف أبو الغيط أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي، مؤكدا أن الوضع المائي لا يزال يشهد ضغطا متزايدا مع تراجع حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات. ودعا أبو الغيط دول الجوار إلى تبني رؤية جديدة في التعامل مع قضايا المياه يقوم على المصلحة المشتركة. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية. خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي 4 للمياه، أشار وزير الري إلى إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات 5 الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر لمجابهة التحديات المائية. لقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، وهو ما يظهر من خلال إنفاق 10 مليارات من الدولارات خلال 5 سنوات الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه بمصر. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء هجوم وشيك تعد له قوات الدعم السريع بالسودان على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أن نحو 800,000 شخص في الفاشر معرضون لخطر شديد ومباشر مع تفاقم أعمال العنف. وتعتبر الفاشر آخر مدينة كبرى بإقليم دارفور الشاسع بغرب السودان والتي لا تخضع على سيطرة قوات الدعم السريع. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الشكر لأستراليا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المخصصة لبلاده. وقال زيلينسكي أن الدعم العسكري سيعزز الدفاع الجوي لكييف، وتعتزم أستراليا تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، وتشمل مسيرات جوية بقيمة 32.5 مليون دولار ومجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. У Збройних силах України та про залучення до نفى الجيش الأوكراني انسحاب دبابات إبرامز الأمريكية من الخطوط الأمامية للقتال بسبب تهديد الطائرات بدون طيار الروسية. أوضح الجيش الأوكراني أن دبابات إبرامز تعمل بشكل مثالي في ساحة المعركة ودعا إلى الثقة بالمعلومات المؤكدة فقط. أعلنت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الأوكراني تدمير 25 دبابة
وعدة مئات من المركبات الروسية الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين. هذا وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الروسي نفذ 32 ضربة صاروخية و64 غارة جوية و60 هجوما عبر أنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان خلال 24 ساعة الماضية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده مجددا لإطلاق النقاش حول دفاع أوروبي يشمل أيضا السلاح النووي خلال حوار مع شباب أوروبي. ودعا ماكرون إلى أوروبا قوية وإلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق به إلى جانب حلف شمال الأطلنطي الناتو في مواجهة روسيا التي أصبحت أكثر تهديدا منذ الأزمة الأوكرانية. être lucide sur le fait que notre Europe aujourd'hui بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكسينشي مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الاستراتيجية للدولة والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. هذا وقد أكدت المشاط حرص مصر على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من برامج ومشروعات التعاون الإنمائي، كما ناقشت المباحثات دعم الشراكة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لدفع التحول الأخضر من خلال التكامل مع شركاء التنمية الآخرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون ثلاثي لتبادل الخبرات والممارسات التنموية ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة البحر الأحمر لمكافحة التغيرات المناخية وجهود تنمية وتطهير منطقة الساحل الشمالي الغربي. أعلنت مؤسسة راعي مصر إطلاق مبادرة لتوزيع ملابس جديدة على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية بعدد من مراكز محافظة المنيا ضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي. تقوم المؤسسة بتوزيع ملابس على عدد 5000 طفل داخل محافظة المنيا بمناسبة عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد. جهود متواصلة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم. وفي هذا الصدد أعلنت مؤسسة راعي مصر عن توزيع ملابس جديدة على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية. مؤسسة راعي مصر أشارت إلى إطلاق مبادرة ضمن جهود التحالف التي تستهدف توزيع ملابس على 5000 طفل داخل محافظة المنيا بمناسبة أعياد شم النسيم والقيامة المجيد لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم. احنا موجودين في محافظة المنيا في مبادرة فرح قلبي، بنفرح قلب 5000 طفل بالأعياد وبنوزع عليهم طقم كامل من الملابس، وزي ما انتم شايفين في بلالين وفي ألعاب وفي أفراح وفي حلويات. فالنهاردة كمان يوم مميز جدا لأنه قرب الأعياد وأعياد شم النسيم وأعياد القيامة. هذا وقد طالت مبادرة مؤسسة راعي مصر مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وصملوط وأبو قرقاص وملاوي في محافظة المنيا ضمن جهود التحالف الوطني. احنا في مبادرة فرح قلبي، وطبعا احنا بنعملها على أعياد، قمنا قبلها طبعا بتوزيع أعياد رمضان قبل عيد الفطر، وبنكمل المسيرة مع إخواتنا المسيحيين زي ما انت ناظر كده، وبنعمل برضو لهم المعارض زي ما انت شايف. بنضم مركزين هنا، مركز المنيا ومركز أبو قرقاص للأسر الأولى بالرعاية. احنا دايما بنختار الأسر الأولى بالرعاية، بنجيبهم وبنجيب الأطفال وبنفرحهم بالعيد وبالاحتفالات، بنديهم لبس خارجي ولبس داخلي وكوتشات وشرابات، ومش ناسين اللعب ولا الحاجة الحلوة. مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمثل بلورة للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.
نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة أسنان طبية مجانية لأهالي قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية. وتستهدف القافلة الطبية الكشف على أهالي القرية وتوفير العلاج بالمجان. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان لأهالي قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية. دي أول قافلة تحصل كقافلة أسنان بالتعاون مع حياة كريمة، دي أول قافلة تنزل محافظة الغربية. القافلة بتضم تخصصات كشف وتنظيف وخلع وحشو، كان حشو عادي وحشو عصب، وبتضم كمان بالنسبة للأطفال والكبار، والكشف كله والخدمات كلها بتقدم بالمكان بدون اي مقابل. قبل ما نختار المكان دايما بننزل ونشوف المكان ده فعلا يستاهل، فعلا ما فيش اي اماكن قريبه منه، الناس اللي فيه فعلا محتاجه وكده، وان الناس عددها كبير عشان نقدر نساعد اكبر عدد من الناس. انا بصراحه مبسوطه ان انا في حاجه زي كده، ببقى مبسوطه في كل مره حد بيدعي لي فيها، ببقى مبسوطه في كل مره بشوف حد خلاص يعني كان عنده وجع وارتاح وبقى احسن. احنا عالجنا لغايه دلوقتي اكتر من 4500 حالة. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا الناس حتى اللي ما نعرفش ان احنا نبقى قادرين ان احنا نعالجهم هنا مثلا، بنحاول ان احنا نحولهم لا اما على الجامعة عندنا لا اما على اي مستشفى يعني قريبة منهم، بحيث ان احنا نبقى هنا مش عالجنا بس كل اللي نقدر نعالجه، لا احنا عالجنا اكبر عدد كمان ممكن. بنشكر حياة كريمة على البوز المجهود اللي عاملينه ده، وبصراحة يا ريت الزيارة تكرر كمان مرة، ان البلد في احتياج حاجة زي دي، حاجة كويسة، حاجة جميلة. ناس كتيره بتعاني من برضه من اسنانها وعاملين الواجب وزياده بصراحه ربنا. يعني التعامل مع الدكاتره بصراحه يعني حاجه فعلا، هو ده الرفق. حتى برضه الناس اللي بتكتب لنا التذاكر او الحاجات دي يعني حاجه ممتازه جدا جدا جدا. حمله من انجح الحملات اللي حصلت في القريه هنا، ويا رب يعني تتكرر تاني مره واثنين وثلاثه وعشره. بنشكرهم جدا 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 على المجهود اللي قاموا بيه وعلى النظام بتاعهم. قافلة أسنان بسيون تأتي كجزء من أنشطة مؤسسة حياة كريمة في إطار دورها المجتمعي الذي يستهدف توفير الرعاية الصحية لكل أهالي قرى محافظات مصر. نهاية النشرة، وإليكم تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ويؤكد أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف لقطاع غزة ويوسع حملة اعتقالات بالضفة وسط احتجاجات داخلية وخارجية تطالب بوقف الحرب. ختام الثالثة، دمتم في رعاية الله. شكرا للمتابعة.